كاميرا كنترول يا استاذ. رول يلا خد كلاك. خد كلاك خد كلاك. انا قلت له استاذ، انا قلت له علي ابو الاستاذ هلال. دقيقه انترو انترفيو تيك 3. ستاند باي 3 2 1 اكشن. اذا غامرت بشرف المهمه فلا تقنع بما دون المهمه. بالنسبه لاخي الدكتور احمد الحلالي فهو ليس بعمي فقط، وانما هو الصديق والملهم. كات يا استاذ. كات عندك رول. لا اما تسمع اكشن معلش اعطيكم انا هنا. يلا استاذ خد ايديا في الكلاك. ايه مارك يلا. انترو الاستاذ هلال. الاستاذ هلال تيك 2 مارك. كل مره ايه يلا معلش يا استاذ مره ثانيه بقى. انا هو بس عشان الصوت لازم نستنى معلش. يلا اخر مره 3 2 1 اكشن. اذا غامرت بشرف المهم فلا تقنع بما دون المهم. بالنسبه لاخي الدكتور احمد فهو ليس بعمي فقط، هو الصديق والملهم، وهو القدوه في جميع ما يرتقي به كافه. اتفقنا هتقعد. اتفقنا هتروح تقعد. يلا كمان مره. هو الصديق والملهم بالنسبه لي وتروح تقعد بس. 3 2 1 اكشن. بالنسبه ل كمان مره 3 2 1 اكشن. اذا غامرت بشرف المهم فلا تقنع بما دون المهم. بالنسبه للدكتور احمد هو ليس ابن عمي فقط، وإنما هو الصديق والملهم. كات. شكرا أستاذ. مستوى النار حلو. رول. أنت بخليك جاهز. يلا أستاذ إيدك شايف إيدي معاك؟ انزل شوي بس شوي. تحت. أيوة تمام لا البس أوكي. بس سات يلا ريدي. مقدمة انترفيو أستاذ هلال تيك 1. لا 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 ثري ثواني أستاذ ارجع تاني ورا. ارجع تاني أنا هقول لك أول ما تسمع أكشن ادخل. 3 2 1. أكيد. And action. إذا غامرت في شرف المرومة فلا تقنع بما دون المرومة. معلش كمان مرة. مش ده المكان اللي احنا اتفقنا عليه. أنت كنت جوه شوية. روح أقف تاني، إديني الوقفة اللي أنت هتقف فيها بعد شوية، إديني الوقفة. روح أقف. هنا لا ما كناش هنا، كنا جوه شوية. أيوه. قدم خطوة لقدام. كنا على الاخضرات اللي قدام. قال الله ينور عليك كنا على الاخضرين اللي قدام ايوه دول كنا هنا مظبوط كده كلام. يلا يا استاذ بسم الله كمان مره كيب رول. احنا ستيل فيل ستيل. كمان خطوه ورا يا استاذ بعد اذنك، نص خطوه ورا عليا هنا شويه. شكرا. 3 2 اند اكشن. اذا غامرت بشرف المرومي فلا تقنع بما دون وليس يعني أخ، ولكن هو صديق وملهم وقدوة حقيقة. كمان مرة كمان مرة وهتروح تقعد. كمان مرة. هو ليس فقط، هو مش بس ابن عمي، أنا هقولها لك بالمصري، هو مش بس ابن عمي، هو صديق الطفولة وهو الشخصية الملهمة بالنسبة لي. وهروح أقعد. ما يكون استأجر في البيت أحسن أبو زكي. طيب إحنا بس معلش احنا ما استعجلناش هنا في النار. النار
يلا نظير خد كات يا استاذ خد كات كات خلاص رول رول, رول يا استاذ صوت رول تربيه استاذ هلال بيك فور شكرا يا بسم الله لحظه بس خلاص خليه يقف بس عشان الصوت ما يدخلش على بعض خلاص انا بالنسبه لرايي في رحله الدكتور احمد راح رحله مبهره كثير من أحداث التحدي والمثابرة ومدى يعني مدى ثقة الإنسان ب يعني بطريق بهدف تحقيق الهدف الأسمى والأشمل والهدف الذي يسعى إليه و عمل على إحداث توازن في التزاماته بين الأسرة والمجتمع والتزامه المهني والتزامه في طلب العلم كان هذا تحدي كبير أخيرا في ظل ما يعني في ظل يعني لو تمحدود باقي 24 ساعة وهذا كان يتطلب مجهود وتركيز ابتعاد عن جميع ما يعني ما يعيق هذا يعني هذا الاتجاه طيب انا هعيد البوينت دي تاني بس انا عايز افهم منك ايه هو التحدي في ال 24 ساعة معلش عشان انا ما فهمتوش انك توازن بين اربع ساعات جوه ال 24 ساعة جوه اليوم نفسه نعم. ايوه اوكي فهمتك كده طيب معلش هي وكانت واضحه هنرجع بقى نعيدها تاني كلها واديني اديني توصيف ان قصته كانت ملهمه وعنده ايمانه ايمانه بالهدف بتاعه اللي خلاه كان يقدر يعمل الموازنه ما بين اسرته وما بين التزاماته الخارجيه وما بين تعليمه اتفضل انا اعتبر قصه استاذ دكتور احمد قصه مهمه قصه مركزه لانه استطاع بتوفيق الله ان يوازن بين التزاماته خلال 24 ساعة سواء التزاماته الأسرية التزاماته المهنية في وظيفته التزاماته العلمية في سواء في التعليم الثانوي أو التعليم الثانوي أو التعليم الجامعي يعني هذه تعكس مدى قوة الإمارة أنت بأهدافك كيف ممكن تصل لهدفك وكيف انك تثق بالله عز وجل ان يكون في قدراتك انت انك انت تكيفها على اساس انها توصلك لهذا الهدف في ظل ما يعني مرتبط بوقت محدود 40 ساعة يلحقها اعباء اجتماعية واسرية هذا وراح المستشفى هذا عنده زواج هذا عنده مناسبة عائلية كان مفروض انه يعني يحضر هنا وهنا وهنا ولكن كان وفق الله انه كان متوازن يعني في هذه المساله عظيم جدا طيب انا بالنسبه لي استاذ عبد الله وصل اي ما هو لا 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 خلي طيب. انا وراجع بس انت بالنسبه لك عبد الله انت كان في شيء ثاني في راسك تبغى تساله انا بالنسبه لي تقريبا القصه بقت مكتمله انت في شيء ثاني تبغى تضيفه او في شيء بعينه عايز نشاور عليه يعني في شيء في خلال تكلمت معاه في التعدد كيف كان اسلوب مع اسرته وخلاف حريمه لا طيب ابو نواف خليني ابدا معك في حاجه غير اللي هي في موضوع ثاني الله يصحه والعافيه اللي هي في موضوع الماجستير تفضل كيف حضرت فكره الماجستير بعد بحوالي عام 2006 كان له اهتمام في سوق الأسهم تأثر كما غيره يعني بنكسة يعني تبخرت كثير من ادخاراته أو جزء كبير من ادخاراته في انهيار سوق الأسهم فحدث عنده يعني
يعني أزمة كبيرة، وكان يرعى يعني أسرته الخاصة، أخوانه الحيتام، أبوه، كان في التزامات عائلية. وأتت هذه ال يعني هذا الانهيار يعني ليهدم طموحات كثيرة كانت في رأسه، اللي هنا قال لي شنو توفير منزل لأسرته. وقد جلست مرتين في هذا الحمد اللي انتركها لله. هو عنده سياسة النفس الطويل الصبر، أغلق جهازه وترك تركها ترك الأسهم. فاستشارني قال ايش رايك يا اخي انا ابغى اكمل ماجستير. فاخذت الفيديو وقلت انا اعرف هذه فكره جيده، فكره سجل الماجستير في جامعه المنكرة والله وفق. ف يعني التحاقه بالماجستير زاد نسبه الطموح عنده، أن سبحان الله يقول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دينه جليس فلينظر أحدكم من يقول. فعندما أنت تكون مع طلبة ماجستير بالتأكيد يكون هدفهم الدكتوراه، وتلتقي بكثير من الأشخاص الذين كالخيل في ميدان الصبر، كل يسعى إلى مركز متقدم. فمن هنا بدأت أفكار رحلة الدكتوراه أيضا. كان يطمح للتعديل للانتقال للعمل الأكاديمي حتى يجد نفسه هو في البحوث العلمية، يجد نفسه في حضور الملتقيات العلمية، يجد نفسه في المشاركات الأدبية الفاعلة. كانت تحاكي شيء في نفسه، فيسره الله أن تحدث بعض الفرص وينتقل للتعليم الجامعي. من الأمور أيضا التي يعني وسعت مواهب مداركه هو يعني التقاءه بشخص الأستاذ عبد الله الجعيد رئيس النادي الأدبي، كونوا فريق عمل والله وفقهم في عضوية مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي، كونوا ثنائي جيد أدار النادي بحكمة ومهارة، وأحدثوا خلال يعني فترة توليهم زمام النادي حراك جميل، حراك ثقافي جميل من خلال التواصل مع مثقفي في الطائف بمختلف الأمور. فتحوا أبواب النادي على مصراعي لخدماء النادي حتى ينقلون تجربتهم من تجربتهم الأدبية للجيل الذي يليهم، وصف المواهب ومهارات الأدباء الجدد. فمضت رحلته على هذا النحو ممتاز، لكنه كان الرجل حقيقة يعني عنده التزام أسري وعنده التزام اجتماعي، كان صاحب مبادرات في على مستوى عائلتها وعنده مبادرات على مستوى قبيلة. والحمد لله نحن أبناء الأخوان 13، الحمد لله
في الدور لها على على علاقة استمرار علاقة أخوية بيننا لا لا يفسدها شيء وتعاون مستمر. عظيم عظيم. في شيء ثاني تبغى تضيفه أو في شيء في حاجة معينة عايز تعمل عليها فوكس أو في حاجة تذكرك خاصة يعني أو شيء مميز تبغى تضيفه؟ مرينا الحقيقة بثنين تحديات. هي فكرة جمعية بل في القبيلة جمعية بل السعودية واجه فيها تحدي كبير يعني كان هناك من يعارض على موقعها وكان أدار هو الفريق الذي كان معه يعني من أعضاء الجمعية أداروا هذه القضية بمهارة عالية وشراسة جيدة مع يعني القرى والبادية هناك حتى استفاد أكبر عدد من هذه القرى من خدمات الجمعية. أيضا كنا مجموعة من خلال برضو مبادرات اجتماعية اللي أسسنا لفريق معايدة القرى لعامين متتاليين كان حقيقة يعني حراك جيد. كان اجتماع المعايدة في مشاركات أدبية في قصائد في موروث إحياء كان حراك جيد على مستوى القبيلة يعني ما اكتفى ب يعني انه يصنع نفسه بنفسه لكن يحاول يعني يصنع اثر على مستوى المجتمع. هذه من الامور يعني جميل. الله يعطيك العافيه ويبيض وجهك. جملته وجملته والله كثر الله خيرك. وانا بالنسبه لي من سؤالين فاتوا انا مكتفي. انت لميت القصه كلها والحمد لله جميله الاخيره. اي هذه الجزء الانساني في 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 موضوع قرب هنا يا مالك حتى من عبد الرحمن. يا الله لك الله كات فكت رول رول اي احنا كذا عملنا رول خلاص عملنا رول. شكرا استاذ سميده. انترفيو استاذ هلال تيك 3 شباب انت رول احنا رول خلينا مع الكاميرا بعد. اوكي يا ابو نواف حدثنا يا اخي عن الدراسه كيف كانت المعلمين من هم الفصل كم كان فيه شخص؟ والله كانت الدراسه اول شيء المدرسه نتكلم عن تكوين المدرسه كان صناديق ومباني بالحجر نوعين من البناء كانت متواضعة جدا ولكن الدولة كانت تدعم يعني التعليم في القرى كانت تحضر علب التغذية ما يسمى بعلب التغذية أشرف قرصة التاج هذه كانت هذه من محفزات طلبة في تلك الفترة لكن كان ما كان فيه إلا معلمين أجانب وهم أصلا فضلاء نذكرهم إن شاء الله بالخير يعني عملوا واجتهدوا ذلك اللي تحملوا الغربة وعلمونا من العلوم ما ندينهم إن شاء الله بالفضل والشكر وندين بالدولة في الدرجة الأولى يعني استقطبت وبتخصصات مختلفة يعني أسهموا في يعني في 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 تعليمنا بشكل جيد نسأل الله أن يسير معنا خير الجزاء. لكن كان التعليم في ذيك كان قاسي يعني في العقاب كان عصا لمن عصا رغم يعني قبوله وكذا لكن يعني كانت حاضرة بقوة حقيقة سواء ما يسمى بالفلكة أو العصا أو المسطرة أو القلم
تحقق الأسامة عليك. كيف كان انتقالكم للمرحلة الثانوية؟ يعني في المرحلة الإعدادية الدكتور بيروح مش بيتقل لمكان كانوا استأجروه شقة. أنا بعطيك لا لا بتصل الآن. بتصل لفضاء. أيوة. استمر هذا الحال حتى استمر هذا الحال حتى نهاية المرحلة الابتدائية. فتقل من المرحلة المتوسطة في أضغط. أنا ما أذكر متوسط الراس. كانت تبعد عن القرية حوالي بين 35 إلى 40 كيلو. ما كان في وسائل تنقل. فصار حتى أبناء القرية ما يقارب 5-6 أشخاص استئجار غرفة على مقربة من المدرسة. بالزرع. طيب عطنا قصة السكن، كيف كان السكن؟ كيف كانت المعيشة؟ المعيشة كان يعني مثلا بعد ما أحضر من المدرسة نطبخ الغداء في البيت. كنا نغسل ملابسنا ونغسل زي ما تقول نظافة البيت وكذا بالتناوب يعني بيننا. كل يوم فلان عليه الطب فلان عليه الغسيل فلان عليه الطلبات اللي يجيبها من المقابل. جميل. نبغى قصة التلفزيون. التلفزيون بدأ عندنا من عام 1945 تقريبا. قل جزا الله عمي خير الجزاء الذي أحضره. كان أبيض وأسود. كنا من أوائل الناس الذي في القرية اللي كانوا الجهاز التلفزيوني. يعني تشغيله كل يوم ما يتجاوز ساعتين بالمجمل. ساعة الصباح بلاك تاخذ تقريبا تبدأ عند 10 صباحا في أيام العطل طبعا. وأيام المساء ما كان فيه إلا شغل المغرب إلى صلاة العشاء. طبعا النوم في القرية كان مبكر. الساعة 9 تجي للجميع في سبات عميق. كان هناك متابعة لبعض المسلسلات من البرامج الجديدة اللي كنا نتابع برنامج العلم والإيمان. كان برنامج زي أو برامج اللي هي برامج الوثائقية عن الحياة البرية. وكان مسلسل المساء اللي هو المغرب. كان مسلسلات في الغالب أنها تكون بدوية أردنية. لكن كان نواجهنا مشكلة أن التلفزيون يحتاج كهرباء متوفر بطارية. البطارية لا يمكن تعمل بشكل كويس 3 أيام مدتها يعني. هذا لو رشدت استهلاك. وكنا نواجه مشكلة مع عمي في موضوع بطارية السيارة. نقوم أحيانا بتبديل البطارية إذا سمعنا المشاهدة من فترة أقوى. أيضا كان بالنسبة للدكتور أحمد كان فيه ميزة. كان يبحث عن ما يحفز العقل. كان بدأ في عام 2006 اشتراك في وزير رمضان الصغار. شارك تقريبا 2 أو 3 عقود سابقة الفوازير رمضان. كانت يعدها مركز تلك المدينة بشكل جيد. كانت حقيقة مشوفة المراكز مشوفة. يعني استمرنا 2 عام في محافظة الأضم. وبعدين توقف لي هنا يا أبو خلينا على التلفزيون
عشان نقفلها عظم انتهينا من المرحلة لا عندما مرحلة التلفزيوني وكانت تمشي تاخذون مرحلة التلفزيوني في الابتدائية صح؟ في اعيدها لنا بعدين احنا نقدمها خلص رهيب الصوت مش معك تمام؟ في عندك مشاكل؟ من عندك في مشكلة؟ وقفنا على طول نقص بس الفيديو اليوم مع عمي كان يصحى الصباح ما تشتغل السيارة إلا بالنتشو أيوه أعيد هذا أنا بس أيوه. بالنسبة للتلفزيون عندما بدأ تقريبا في عام 2005 والله عمي خير بزال هذا الجهاز كان فترة الإرسال فترات معدودة بالصباح تقريبا ساعة دنب ومساعة حوالي 5 ساعات ولكن كنا نعاني مشكلة الكهرباء لا يوجد كهرباء وكان تشغيل جهاز التلفزيون على البطارية وكنا نجد بعد الحرج معها عمي أحيانا استخدم بطارية السيارة يعني بكثرة أكثر من طاقتها فيجد مشكلة الصباح عندما يكون ذاهب لعمل يتفاجأ بالنسبة البطارية يعني لا تعمل استنفذ الطاقة حقتها في تشغيل التلفزيون طبعا القرية تنام مبكرة قبل الساعة 9 يكون الجميع كلنا على فراشه لكن يعني كان شيء بالنسبة لنا يعني عالم مختلف شيء جديد ومسلي يعني كان بالنسبة لنا يمثل يعني نافذة على العالم الآخر خلال بعض المسلسلات اللي كانت تعرض في المغرب من خلال برنامج العلم والإيمان من خلال البرنامج الوثائقي اللي كانت وكان بين الترفيه وبين طيب بعد ما خلص الثانوية أو استمرينا حتى عام 1411 بدأت أزمة الخليج يعني في الأول ثاني وكان في ابتداء في يعني في عطلة دراسية طويلة وكان برضه نفس المشكلة أن معاناة طلبة القرى في السكن في محافظة هذا فأغلب عندما فتحت الوظائف في ذلك الحين جميع الشباب اللي كانوا يدرسون معانا توجهوا الوظائف فبقينا اثنين برضه هو تزوج في عام 1411 من الأخت الفاضلة محمد الله يحفظها صحة العافية الزوجة الأولى فكان حينها طالب ثانوي ولكن أحس بنوع من المسؤولية وطالما الوظائف فتحت على الأبواب كان لابد يبحث عن نوع من الاستقلالية طالما انه الله اكرمه بالزواج وبنى بيت المستقل فاتجهنا الى جدة لأخت والدي الله يعطيه الصحة والعافية فسبحان الله انا تقدمت للوظيفة في الشرطة وما حالف الحظ لمشكلة الوزن الطائرة والطول كان عندي مشكلة معينة فكان واقف هو معانا يعني ثلاثة أنا والوالد والوالد يوم شاف إني أنا ما حالف إن الحظ قال عندي ولد أخي مكان والله سهل كان القبول صعب من كان والده عظيم فالابن يكون عظيم من الأول عمي كان مولع بالعلم مولع بالدراسة كان في المجالس يحث على استكمال الدراسة لأن عمي في الأساس سافر من ديرة أمي أخذ المرحلة الابتدائية درس ليلي كانت الابتدائية في وقت عمي يعني تعادل تقريبا الآن ثانوي أو ممكن حتى قريب من الجامعة أو مرحلة البلوغ وكان عمي الله يحفظه بالصحة والعافية وفي عمره وطاعته يحث على التعليم
هو انا بتصالح حقيقه، هو شغوف بالتعليم. فبعد ما اخذ تقريبا عام في شرطه جده التقت رغبته مع الحاح عمي، واذكر ذاك اليوم رحت انا وياه واخذ ملفه من ثانويه ابا وسجل في ثانويه الفيصل الليليه، وكان يساعد بين عمله وبين بيته وبين عمله وبين دراسته، حتى انتقل لزوجته من الديره المعارضه جدا وبدا حياته. أكمل الثانوية والله سهل له القبول في الجامعة، واستمر على هذا حتى تعين في الجامعة، تعين عفوا في مدارس الأبناء. وقف لي هنا عشان ندخل في المراحل اللي عندك. وش كانت أصعب المواقف أو الأحزان اللي مر فيها الدكتور؟ أصعب شيء حتى تغير رجولته؟ والله الحياة العملية غير الحياة مرحلة خرج من عباءة أبي، واجه مصاعب الحياة، أسرة ومتطلبات وظيفية تتطلب يعني بذل جهد، بينما أيضا كان يعني يتوق لتحسين مستوى الوظيفي، لكن أنا أذكر بالنسبة للديرة أيام المتوسطة كنا نواجه مصاعب اللي هي مساعدة الأهل في رعاية الماشية سواء الإبل أو الغنم، كانت عبء على يومنا في السؤال. مطلوب منا برضو يعني مهارات معينة في استقبال الضيوف، لابد أن يكون نتحلى بدرجة عالية من الانضباط، من خدمة الضيف، من البشاشة في وجه الضيف. هذه أمور كانت يعني ما يسمى بصناعة الرجال، يعني كانت أمور الحقيقة أنا أعتقد أنها كانت أكبر من عمره. كان في مرحلة يعني بالنسبة للطفولة لم يكن هناك طفولة بمعناها الحالية، كان مطلوب منك أن تكون رجل صلب وجلد. جميل. تحدث لنا عن رحيل الوالدة. من يعني من بعد ما انتقل الدكتور أحمد من حفر الباطن الطائف، ابتليت خالد الله يرحمها بمرض السرطان. توقف لي هنا، هو يوم مرضت الوالدة سرطان كان في حفر الباطن. نعم. وكانت سبب نقله ركب صعيد السياق. صحيح. في بعد تعيين دكتور أحمد في مدارس الأبناء بحفر الباطن، أثناء التحاليل تعرض أو أصابت خالتي الله يرحمها بالسرطان، مع أنه يعني أكبر الأبناء كان إزام عليه أن يكون قريب من الأسرة، وتفاهم المسؤولين مشكورين ونقل إلى محطة الطائف. فشهادة حق كان بارا بها في حياته سواء قبل المرض أو بعده، حاول جاهدا يعني، ولكن معروف أن السرطان من الأمراض المستحيلة
إلا برا رحم الله. كانت يعني معاناة حقيقة يعني في الانتقال من جدة إلى الطائف جسد الكيماوي، كانت تحتاج ترى رعاية معينة، وكان أثر يعني لأنه كان له أخ صغار كان يتأثر يعني الوضع، كان بنتين ولدين. أنا أتكلم معاه بنبهه الحاجة وأنت كمل استرسل ما عليك مني إيه. طيب أنا بس حوقفك عند حتة صغيرة، هي ده السؤال اللي كنت بسأله له. أنت قلت دلوقتي كانت الانتقال من جدة إلى الطائف معاناة كبيرة، هل هم انتقلوا من جدة للطائف ولا العكس؟ لا لا المرض فين؟ في جدة. أيوة يبقى أيوة. من الطائف لجدة مش من جدة للطائف. أيوة من الطائف لجدة جدة طائف يعني. أوكي فهي هنا أنا أنت لما قلت من جدة للطائف أنا فهمت تباعا ان هم عايشين في جده وتعالج في الطائف مع ان هو العكس. يلا ماشي نرجع تاني عند كان الانتقال من هنا والرجعه كان برنامج العلاج في مستشفى الملك عبد العزيز. يلا من الاول تاني بعد الصوت يلا تفضل. كان برنامج علاج خالد الله يرحمها في مستشفى الاورام الملك عبد العزيز جدا، كان مقر سكننا في الطائف، وكان الانتقال الى هناك والعوده خاصه انها كانت لها تتعرض لجلسة كيماوي كانت متعبة بالنسبة لها، فيمكن من أو يمكن من أقصى ما يمكن أن يرى الإنسان والده يتألم ولا يقدر يعني ما يستطيع يقدم الشيء يعني، وهو عارف أنه متجه لطريق النهاية يعني. جميع المؤشرات تقول أن هذا مرحلة عمرية، مرحلة أيام أو مرحلة معينة وقد خلاص يعني يتوفاه الله. مرض هو السكر. كانت هذه من المعاناة يعني بعد يعني والدك مثل هذا الحال. توقف لي هنا بعد وفاتها ضم اثنين من اخوانه واخواته صح؟ اي نعم. وعاش يعني خادم في البيت ورباهم وكبرهم وعلمهم، بس عيد لي السياح بعد وفاه والده. فاستمر يعني في هذا العناء حتى توفاه الله في رمضان تقريبا عام 1424. تحمل مسؤولية كثير من أشقائه ومن شقيقاته. طيب معلش خلينا أوقفكم بعد إذنكم. صلب السؤال كان هو التحول إحساسه هو أو مشاعره، أنت كيف شفته هو كان قبل كيف كان وبعد وفاة والده؟ هل تقدر توصف لنا أنه هو حس بالانكسار؟ تقدر توصف لنا المشهد؟ وبعدين نروح انتقل لتحمله بقى مسؤولية أخوانه أو أخواته. تفضل. أنا أعتقد أنه كان من المكان يعيش أيام وداع والده جرات له حالتها في رمضان من عام 1924، بدأت التهوى والشطف إلى نهاية يوم 27 توفاه الله. فكان هذا محل أثر كبير بالنسبة لي، وأنا كنت أعرف أنه كان يعني يعاني معاناة من هذا في هذه الأيام، لأنه كان تأكد أن هذه وصلت لمراحل كبيرة في حكم الله. فأذكر كنا سويا في يوم وفاة الله يرحمه شاركنا العزاء، وبعدها يعني تحمل مسؤولية شقيقاته تبقيات اثنتين واثنين من أشقاء الصغار يعني في المراحل العمرية، بين الست سنوات والعشر سنوات. وحقيقة يعني أحسن لهم وعلمهم ورعاهم حق الحياة يعني على شهادة حتى أخذ الثانوية للإخوان وخواته تزوجوا، والله الحمد لله يعيشون الآن في مستوى جيد، كان لهم نعمل قدوة حقيقة يعني. تحدث لنا عن الجانب الشعري ومتى أول قصيدة وكيف؟ كان مولع بالشعر والاستماع إلى
استنى قصائد أدب الجاهلي العربي الفصيل، كان مهتم بها في القصة، كان عنده اهتمامات في هذا الموضوع، ولكنها بدأت النشر عنده من بعد ولادة ابنته الأولى حمد. أنا كنت حينها محرر في صحيفة البلاد عام 2013، فكنت يعني المجال بيننا مفتوح، كنت أقلب دفاتر دوف وجدت القصيدة، إيش رأيك نمشي؟ قالت إن شاء الله نشرت في صحيفة البلاد أولى قصائد. جميل. عام 1413 تقريبا. جميل. صار له مشاركات هنا بعد، حتى أتت ثورة الإنترنت وصقل موهبته الشعرية من خلال الاستزادة من بعض المواقع حينها، وكان مولع بعلم العروض والمعلقات، وتأثر أيضا بالانتقال للطائف، لأن الطائف في يعني لا تخلو منها حراك أدبي وموروث ثقافي، فكان يشارك في جمعية ثقافة مشاركات يعني جميل. بدأت يعني بعد انتقاله. أبغاك بس توصف لي عندنا آخر سؤال اللي هو الرحلة، إذا تقدر توصفها في دقيقة توصف رحلة الدكتور من النشأة العسكرية للمعسكر للدكتوراه في دقيقة. إذا تقدر معلش خلنا نوقف عند السؤال ده. كيب رول إبراهيم، خليك خلاص خلاص ما نبغى زي ما انت عندي مكالمة. لا ولا حاجة. تمام يا استاذ؟ صح بسم الله. يلا تفضل كمل. انا كنت احمد الهلالي رحلة حافلة والمثابرة. معلش ابدأها من الأول تاني بعد إذنك عشان انت دخلت علي وأنا بقعد. تفضل. مناسبات يعني عائلية واجتماعية، فكان ال يعني فكان المطلوب من الإنسان أن يوازن بين هذه الالتزامات. ترى أنا غايش لا يدخل عليك مالك مننا، احنا بنحاول نحل المواضيع عشان ما نوقفش التصوير. خلاص طيب نبدا من جديد. تايم يلا سنة تايم 27 يلا يلا خلينا نعمل كات. احنا 27 يلا كات كات يا استاذ كات استاذ هلال تيك 2 انترفيو الاستاذ هلال تيك 2. شكرا استاذ. حياك الله يا استاذ هلال، نورتنا شرفتنا، ونشكر لك حسن التجاوب في صناعه وتوثيق سيره الاستاذ الدكتور احمد الهلالي. نبغاك تحدثنا عن الطفوله. سيره الدكتور هي سيره حافله احداث وحافله احداث بسيطه جدا.
زي ما كنت جميلة ويسيرة محببة محفزة وملهمة كل من يريد أن يسمع لنفسه ومجتمعه وأسرته موقع جيد خلال مسيرته. انا خايف على البطارية تضيع، امسكها قل لي بس انا شد. حلو، ما مشكلة، كمل ادينا بقى الجملة ديت وبعدين ارجع بقى. انا لو ارجع من ايام الطفولة برجع اقول كده، احنا في امكاننا نقص كل حاجة ونعمل كل حاجة، بلا تشيل هم. فضل مسيرة شاكي بيسيرة بلا شاكي بيسيرة بلا شاكي بيسيرة ومجتمعه، وهي بلا شك سيرة حافلة وسيرة مليئة بمراحل الاجتهاد والمثابرة. لعلي أبدأ يمكن عام 1400 هجري، بدايات عودة أسرته من حارة عمار. استقر الله استعانة كان والده عمار الله في عمره يعمل في حرس الحدود في حارة عمار. أنا كرساء محافظة الديك حرس الحدود في محافظة، فنقل أسرته العيش في أحسن ما في الدير. كانت عندنا يعني الحياة صعبة شوية من النواحي. بدأنا تقريبا في الدراسة عام 41 هجري، الزبير بن عوام المحطم كان في سائل النقل، يعني سيارات الجيب الشخص تحضرها الصباح. توقف من هنا، خلينا على السيرة. أول ما رجع من حالة عمار إلى ما قبل الدراسة، عشان الدراسة تأخذ مرحلة بعدها. بعد عودة طبعاً اختلفت المعيشة، يعني كان حالة عمار يعني أكثر تطوراً يعني في ذاك الوقت، فكان هناك يعني مشقة في عندنا، اختلفت الحياة عليه قليلاً، وسائل الترفيه منعدمة تماماً، الكهرباء والفوانيس، وكان حتى سقاية الماء كانت على الحمير حتى. قدير بالأساس نجلب الماء بالأساس على الحمير الله يكرمه. كانت خالتي أمي والوالدة الله يرحمها الله يرحمهم جميعا، كانوا يجيبون قربة موية، قرب اللي تصنع من قديم الماعز. كيفين اليوم؟ كان صباح قرب نتعايش معه. يعني كان في يومنا في اللعب بالحجارة تحت شجر ضخم السدور، وكان أحيانا نرافق أمهاتنا للزراعة، كانت الزراعة على الكيرة عقب ذاك الوقت في الحرارة. هذه كان في ذكريات أذكرها ما قبل الدراسة. الدراسة بدأت في عام 41 تقريبا، حتى المدرسة أنها كانت مبنية من الحجر ليس من بداياتها، مدرسة الزبير بن عوام بمحطم. أنا بالنسبة لي كان عارض صحي قطعت عن الدراسة في ذلك العام، استمرت تقريبا أسبوعين وهو أكمل الدراسة. كان مساعد مقصود جدا تواضع سيارات خالية من وسائل الترفيه هناك في عز الظهيرة ما يسمى بالبيت، حرارة لحد شراع رحلة الأيام. رحلة الذهاب تبدأ تقريبا من عصرة الفجر، والعودة تبدأ يعني تكون في عودة الساعة 2 الظهر. كانت يعني أيام حافلة يعني بالمتاعب والمصاعب.
حتى اتفقنا من المسكن اللي كنا فيه المسكن يجاور يعني اتفقنا من حالة البيوت اللي بيوت الشعر بيوت الطوب اسمنتي بدأنا رحلة جديدة توقف لي هنا الحمير كنتم تسكنون عليها إلى عام كم؟ أيوة أبغاك تجاوب عليها إلى 1400 بعدها إيش أول سيارة جاتكم؟ وكم كانت سيارة في القرية؟ بالنسبة للسيارات كان جيب شاص مع عام صغير كان جيب شاص وكان نحن بين فترة وفترة لأن أعمال حرس الحدود كان شاقة شوية أسبوع 10 أيام 15 يوم يجي يومين في الشهر أو ثلاثة أيام يعني ما حضور ما كان مستمر بالنسبة يعني جلسنا تقريبا في معاناة المياه حتى بعدين جاب باوي الوايد دهت وجات بعدين قرب اللي يحمون على السيارة وحسنت من ظروف المعيشة شوية لكن كان برنامجنا بعدين من ثاني ابتدائي فما فوق كان يبدا من صلاة الفجر مهام متعدده تبدا بالغنم صباحا تنتهي بالغنم مساء تبدا بالغنم الصباح اللي هو ما يسمى بخراجه من الحظيره والامساك بالأغنام ذوات الحليب حتى يتهيأ لأمهاتنا حلبها والاستفادة من الحليب نبدأ مرحلة أخرى اللي هي يعني تسريح الغنم ما يسمى تسريح الغنم تحضر سيارة النقل تقريبا بحوالي الساعة السادسة صباحا ونبدأ فيها ولكن كان نظرا لعروس الطبيب بعد المسافة توجه أغلب السكان للحياة العسكرية كان مشكلة في انتظام سيارات النقل للمدارس كان النقل غير منتظم كان أحيانا نضطر أو في أغلب الأحيان يعني نتجه للمدرسة من صلاة الفجر ساعة تأخر حصة ونص حصتين عن فضل المدرسة كانت الشنط ملأة بالكتب حقائب مدرسية طبعا الأحذية الله يكرمكم من الطرائف كانت الأحذية هذه يعني محافظة عليها محافظة سنتركها في المدرسة حتى لا تتكلم نذهب المدرسة ونرجع فيها كان يعني لنا أحلام فيما يتعلق بالسيارات كنا نستخدم الجك حق الموية نسوي سيارات لا ألعاب نقصه بالسكين نعمل له كفرات من الأحذية نظارات كان مع الأخ قلاب لكن بدأنا مرحلة أخرى من دخول التلفزيون تقريبا عندنا عام 2005 توقف لي هنا القلاب اللي أنت تقصده هو اللي بحق زيت الشل اللي هو يقار من فوق ويكون الله يكرمك الأحذية الأكبر الأسمك أبغاك بس تعيد لي القصة دي كامل القلاب حق أبو محمد كان يعتني بلمته الخاصة التي أصنعها من الجالوع قصة بطريقة معينة حتى تشبه سيارات القلاب الطماطم حتى يعني نسكنها بشكل بدرجة معينة ونضعها على الحذاء حتى تصل على إطار بدور
نستمر في هذا اللحظة. مشات الحياة بهذه الوضعية حتى تقريبا دخل التلفزيون عندنا في عام 1905. هذا في الوصف على بطارية السيارة. توقف لي هنا يا ابو الشرح حق سيارة الدكتور يفضل انه يكون فصل، لانه كان عود في النص يخرمون بالحجام من هنا ومن هنا، ويكون اربع اطارات من الحجام الله يكرمكم فيها حديد. بس اعيد لي التشريح، اعيد لي شرحها بشكل مفصل بس. هذا دخول في شرحك بشكل السيارات اللي كان يعني تلفت نظرنا هنا، سيارات الجيب والقلاب، ولكن كنا مفتوحين بما يسمى القلاب هذا على اساس انه فيها البست وكان يتحمل الموقف، كان يقص بطريقة معينة حتى يكون يشغل سيارة القلاب ونحضر عود حيث يكون دفرز أمامي وخلف، نضع لها إطارات نصنعها بطريقة معينة باستخدام علب الطماطم تخضع للتصغير لدرجة معينة، ثم نضعها على الأحذية القديمة فتعطينا هذا هذا الشكل من الألعاب. يلا ناخذ كات كات أستاذ. حياك الله استاذ هلال، يتمندل فينا ويطلع رجله. كيف امورك؟ طيب جرب الصوت لين شيء يكون خلاص. قرب. بسم الله. جاهز استاذ؟ جاهزين. بسم الله. رولينج. لقاء الاستاذ هلال تيك 1. مارك عندك؟ مارك بين عنده اللدين. ايوه يبارك مارك. مارك. مارك 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 شرفتنا ونورتنا ونشكر لك وقفتك مع ابن عمك ومع اخوك. حابين تحدثنا عن الطفولة، النشأة، الصعوبات بشكل مختصر بما يختصر اللي هي الطفولة ما قبل الدراسة. حياكم الله وشكر لكم على وجودكم الجميل في التوفيق أو في إلقاء نظرة على مسيرة أخي الدكتور أحمد الهلالي الذي لا شك هي سيرة عطرة محفزة وملهمة لكل من يريد أن يحقق نفسه يعني مكان مناسب ويخدم من خلاله مجتمعه وصلاته ووطنه خدمة الذي تليه. يلا كات. كم مره ابو نواف؟ معلش فوكس اوت اوف كم مره؟ دقيقه اللي مانويل بس بشر. اوكي اقول لك مع الخيل اللي ماشي هناك ده حلوه، في خيل هناك في العمق. يلا رك. يلا ابو نواف رك. يلا رك. خليه يطلع منك الفوكس. هرب منه تمام ولا هرب في الاخير؟ هرب. هتكون ثابت ولا تتحرك؟ ثواني يا ابو نواف اختفي تاني، خليك جوه. تبغى تتحرك؟ شيء بسيط. انا لو حتى لو ثبت حرك مش مشكله. باخذ يلا تفضل يا ابو نواف. عادي ثابت ثابت. روح يسار ولا ثابت يلا عشان امشي مع الفوكس. عشان تعطيه مجال. ماشي يلا تفضل. اضرب وانا خلاص حليت. خذ شوية يمينك يا استاذ.
يمينك شوية. شوف كم خبي الشجر زيادة. يعني ده أنا خبها على الليل هذا. بس. يا تفضل. روح يسار وانت ماشي. كات تعالوا استاذ تعالوا نوار كاميرا رولينج. نبداها من تحت على طول ولا نلعب من فوق وننزل تحت؟ عادي من فوق وننزل تحت براحتك زي ما انت عايز. مش كاينه نعمل لف فلو يعني. بس انت كده هو يبقى باين معاك باين معاك ان هو واقف. لا خلينا اما تحبوا أيه. اوكي عشان ما يبقاش باين. يلا عندك يلا يلا اتفضل. استنى هذه في العدسه ولا في الوكيل في المونتاج؟ استاذ احنا رولين نقول يلا حيقلب عليه. يلا تفضل. فوكس اي مش علي. خلي الفوكس منك. ماشي خلينا احنا الفوكس حيعطينا على الهونج. ماشي معلش كمان مرة ابو نواف معلش كمان مرة سمين. بس انا باين كذا تعال كذا نقول لكم باين على الشجرة. يلا تفضل. لا من غير ما تبص لنا بقى. مرة ثانية كمان مرة عشان عينك جت في العدسة معلش. مرة أخيرة ما تبصش للكاميرا خالص. اسمع الظل باين هنا. ظلكم ظلكم انتوا واقفين. اي اوكي مبين ظلنا. انزل انزل على على ارجع ورا خطوه. يلا يلا تفضل. يلا كمان مرة معلش مرة أخيرة. الترك تركه فهمت عشان كيف وقفت؟ ايش؟ الترك حق الفوكس تركه. طيب شوف كيف علق. ما تثبت الكاميرا عن ايدك، ما تنزل الكاميرا على الأرض. اوكي اوكي. بس قول خلاص من هنا. أنا حمشي معه بالفوكس. يلا. يلا تفضل. حركة خفيفة وخليه يطلع برا الكادر. انت الفوكس هنا على النخل ولا هو معاه؟ اوكي طيب اوكي حلو. راح خفيف سيبه يطلع سيبه يطلع. كات بس يا استاذ كتر خيرك. يلا نعمل يلا تفضل. خليك معاه لغاية ما يجيلك سنتر. امشي معاه يطلع لك سنتر. اقول لك اثبت مكانه اثبت خليك ثابت سيبه يعدي سيبه يطلع من الكادر. سيبه يطلع. تدري بس ما ادري الفوكس عليه ولا لا. كمان مره بس مره اخيره معلش. يمشي معاه طيب ماشي كمان مره معلش. ارجع تاني
لفيت لي انت. انا عايزك توقف. انا عشان الشير. ما لا انت انت ما ما, ما انت رحتي لي. خلاص انت وقفت هنا. انا عايزك توقف هنا. لا تروح بالشير. خلاص. انت هنا. واقف بس صافن كده. بس. يلا. ما تلفش. يلا. كم مرة بسم الله. 3 2 تريك. تريك. يلا تفضل. بس كده بس خلصنا خلاص على